ضبطت الأجهزة الأمنية في محافظة تعز اليوم منفذي جريمة اغتيال منسق برنامج الغذاء العالمي الأردني مؤيد حميدي في مدينة تربة جنوب المحافظة. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر أمني أن الأجهزة الأمنية ضبطت المنفذين المباشرين لجريمة الاغتيال وهم أحمد السرة زكريا الشرجبي وعشرة آخرين ضمن خلية خططت لاغتيال مدير مكتب برنامج الغذاء العالمي ظهر أمس الجمعة أمام أحد المطاعم في مدينة التربة. وأضافت المصادر أن الأجهزة الأمنية باشرت التحقيق مع أعضاء الخلية لمعرفة دوافع ارتكاب الجريمة. بحمد الله تعالى وبجهود قواتنا الأمنية المتواجدة في الميدان والقيادة القائمة على هذه المهمة تمكننا اليوم من ضبط العنصرين المنفذين جريمة استهداف رئيس برنامج المرحوم شهيد الإنسانية مؤيد حميدي، وبالإضافة إلى ضبط أكثر من 10 عناصر آخرين أو عناصر مسجلة خطر لدى الأجهزة الأمنية يشتبه بإجماع العنصرين المنفذين لهذه العملية الغادرة إليهما. أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي بجهود السلطة المحلية والأجهزة الأمنية في محافظة تعز التي قادت إلى ضبط منفذي اغتيال حميدي، والعليمي حث على سرعة استكمال التحقيقات وإحالة المتهمين بالاعتداء إلى النيابة العامة للمضي في إجراءات محاكمتهم. الأمم المتحدة طمأنت مجلس القيادة الرئاسي في اليمن بأن تدخلاتها الإنسانية لن تتأثر، وأن الحادث الإرهابي الذي أدى إلى مقتل موظف أممي في تعز لن يؤثر على برامجها الإغاثية المقدمة للشعب اليمني في مختلف المجالات. وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش عن أسفه البالغ للعمل الإرهابي الذي أودى بحياة الموظف الأممي، مؤكدا أنه سينقل تعازي العليمي إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة وعائلة حميدي في اليمن. كشف سمير حميدي شقيق رئيس فريق برنامج الأغذية العالمي الذي قتل في تعز أن شقيقه محل التقاعد، لكن الأمم المتحدة طلبته لمهمة في اليمن. السيد هو شقيقي موظف أمم متحدة وحيل للتقاعد بعد خدمة 25 سنة في الأمم المتحدة، واتصلوا في الأمم المتحدة أنه عندنا مهمة باليمن إذا ممكن تساعدنا، فقال لك ما عندي مشكلة أنا بساعدكم، ما عندي أي مشكلة إطلاقا. سافر الأسبوع الماضي على اليمن، ما يلوش أسبوع يعني في اليمن، كان في عدن، فهو أول امبارح إجا نقل قالوا له في عنا مهمة في منطقة اسمها التربي في اليمن، التربي اللي هي ناحية تعز. الزلمة صلى الجمعة وراح على المطعم وأخذ الأكل بتاعه يعني، وهو طالع من المطعم ودراجة نارية عليها شخصين كان معاه برضو كابتن من اليمن، فخمس رصاصات أردو قتيل مع الأسف. مع الأسف يعني هو متقاعد، ترك أهله ترك عياله ترك أولاده وراح بس بالمساعدة مش أكثر ولا أقل، لكن هالعصابات الإجرامية ما بدأ حدا يساعدها. عصابات إجرامية لأنه هو ما بعرف حدا هناك، هو زلمي أمم متحدة ولابس أمم متحدة يعني شايف لباسه، وما عنده أي عداوات ولا عنده، لأنه أصلا هو خدم اليمن قبل 15 سنة، برضو خدم في اليمن منطقة الصعدة وحجة، والأمور عالي العالي يعني ما في أي عداوات، هي المستهدف الأمم المتحدة مش أكثر ولا أقل. من محافظة تعز مراسل الحدث هناك هايل سعيد، هايل أهلا بك، تفاصيل أكثر هايل عن القبض على الذين نفذوا هذه الجريمة يعني. إذا المعلومات الواردة حتى اللحظة والمؤكدة بحسب المصادر الأمنية، هناك تمكن
الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المنفذين الرئيسيين لحادثة الاغتيال، وحيث تم إلقاء القبض عليهم في منطقة شارجة بجنوبي المدينة القريبة تماما من منطقة التربة التي حدثت فيها الحادثة، بالإضافة إلى إلقاء القبض عن 10 آخرين يشتبه بهم الضلوع في الحادثة. تمت العملية من خلال تشكيل حملة أمنية بتوجيهات من السلطة المحلية بناء على توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد العليمي. تتبعت أثر الجريمة من خلال شهود عيان وكاميرات مراقبة حتى وصلت إلى مكان تواجد عناصر الخلية بحسب المصادر الأمنية في منطقة شرقب، ليتم ضبطهم على الفور ويخضعون حاليا للتحقيقات من قبل لجنة تحقيق كلفت بهذا الأمر. أشارت المعلومات الأولية إلى إطلاق المسلحين المرسمين من على متن الدراجة النارية عدة طلقات من سلاح كلاشينكوف على حميدي، توفي بعدها أو بعد أن نقل إلى مستشفى خليفة في التوبة متأثرا بإصابات بليغة في جسده. شكلت طبعا هذه الحادثة أو حادثة اغتيال رئيس فريق برنامج الغذاء العالمي في تعز مؤيد حميدي أردنية الجنسية، شكلت طبعا صدمة في الأوساط السياسية والمجتمعية بالمحافظة وحالة من الاستنكار والغضب الشديد، بالإضافة إلى كان هناك إدانات واسعة من قبل الحكومة اليمنية والأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني وأيضا إدانات دولية. هناك مصادر أو معلومات ترجح بوقوف احتمال وقوف جماعة الحوثي وراء حادثة الاغتيال بالنظر إلى علاقاتها التي ترتبط طبعا بجماعات إرهابية في اليمن. أيضا لفتت مصادر إلى احتفاء الوضع بالاحتفاء الواضح من قبل إعلام جماعة الحوثي بحادثة الاغتيال، وكذا أكدت تصريحاتهم من قبل قيادات بارزة للجماعة التي ركزت فيها على محاولة إثبات حالة من أن هناك انفلات أمني في المناطق المحررة بتعز أو بقية المحافظات وأنها أصبحت غير آمنة بعكس الحال في مناطق سيطرتها. طبعا المعلومات أيضا والمصادر المتابعة تقول أن هناك ما يعزز وقوف جماعة الحوثي وراء الحادثة أنها تأتي بعد أيام فقط من إحياء ذكرى مرور 3000 يوم على حصار تعز المفروض على المناطق المحررة من قبل جماعة الحوثي. أيضا هناك هذا الصدى للحملة الذي ذكر العالم بجريمة الحصار المفروض على تعز أزعج طبعا جماعة الحوثي. هاي الأسألك عن المقبوض عليهم أحمد سرة وزكريا الشرجبي، هل خلفيتهم كانوا ينتمون للقاعدة وهربوا من السجن في 2017؟ عزيزي حتى الآن لم تصدر أي تصريحات رسمية من الجهات الأمنية بهذا الشكل أو بالجهة التي تقف خلف هؤلاء المرتفعين لحادثة الاغتيال، وما أكد أنه تم تتبعهم إلى منطقة شرقب وتم مداهمة المكان الذي كانوا يسكنون فيه بالإضافة إلى 10 آخرين يشتبه ضلوعهم طبعا في الحادثة. هناك طبعا حصلت الأجهزة الأمنية على أسلحة يعني كانت بحوزتهم أسلحة شخصية وأيضا ذخائر، لكن المعلومات لم ترد حتى اللحظة أي معلومات دقيقة بشأن الجهة التي تقف خلف هذين المسلحين اللذان نفذان عملية الاغتيال. هايل سعيد مراسلنا في تعز، شكرا جزيلا لك. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.